إنها اسطنبول وكل ما فيها يدعوك لمعرفة تفاصيله وحكاياه. من مكان إلى آخر قصة وحكاية تسردها الحجارة، والشواهد تأخذك إلى عمق التاريخ ورونق الحاضر. أخذتنا الحكاية وشدنا المكان اليوم إلى وسط اسطنبول الأوروبية، وتحديداً في منطقة إيمينونو، هنا حيث تفوح روائح التوابل والأعشاب والحلويات والعسل والمجوهرات وغيرها من المعروضات. نتحدث عن السوق المصري الذي يعتبر ثاني أكبر أسواق اسطنبول التقليدية بعد البازار الكبير. السوق المصري الوجهة السياحية التي لا يستغني عنها زوار اسطنبول وسياحها للتسوق وشراء الهدايا والتذكارات التي تذكرهم أنهم زاروا ساحرة الشرق اسطنبول. وأنت تتجول في السوق المصري وتتلفت يمينا وشمالا، تستنشق الهواء الممزوج بروائح التوابل والقهوة التركية، لك أن تتخيل الصورة والرحلة عبر الزمن التي تخطفك عبر أرضية البازار الحجرية وقبابه المزخرفة وجدرانه القديمة. أما عن أبرز المحطات التاريخية للسوق المصري فيمكننا القول إنه تعود فترة إنشائه إلى عهد السلطان مراد الثالث عام 1597 كجزء من مسجد يني جامي، وتم الانتهاء من بناء السوق عام 1664. أما سر التسمية وذلك بسبب استيراد القهوة والتوابل من الهند وجنوب شرق آسيا إلى مصر ومنها إلى اسطنبول عن طريق البحر الأبيض المتوسط. وللتذكير إنه كان قبان تجارة التوابل في تركيا واسطنبول خاصة لأكثر من قرنين. خلال عام 1947 قامت الحكومة التركية بتوسيع معروضات السوق وأضافت بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. أما عن جغرافيا وتضاريس السوق فهو يأخذ شكل حرف L، فيه 88 حجرة مقببة وأماكن مخصصة لبيع الذهب والنحاسيات والهدايا والكماليات والألبسة والبهارات والأعشاب والتوابل والمكسرات والجبن والنقانق والفواكه المجففة والمربى والبذور. وبحكم تنوع الزوار والسياح إلى هذا السوق من مختلف الجنسيات، فنجد معظم الباعة فيه يتكلمون العربية بشكل متوسط وبعض اللغات الأخرى. بعد مشوار طويل في هذا السوق فلا بد من استراحة قصيرة لتناول كوب من الشاي أو القهوة التركية الأصيلة، وأنت تلتقط الصور التي تجعلك تعيش الجو العثماني والروح التركية الحديثة. وعند الخروج والانتهاء من زيارة السوق المصري الذي يتجاور مع مواقع تاريخية أخرى أنت تقوم بزيارتها، مثل الجامع الجديد الذي يبعد فقط 170 متراً من السوق، وميناء إيمينونو وجامع السليمانية وحديقة جولهانه. باختصار السوق المصري يفتح لك الخيارات على مصراعيها، ليس فقط فيما يعرض من منتجات بل وحتى الأماكن والمواقع المجاورة التي يتشارك معها جغرافيا التاريخ ويقول هنا اسطنبول.